احنا النهارده هو الموضوع مش جو المحاضره اللي هو يعني اللي احنا متعودين عليه، احنا في اكتر كاوبن ديسكشن. شويه كده الاول هنتكلم عن المانجمنت اوف انتر كانال سيبريت انسترومنتس، الفايلز اللي بتتكسر جوه الكانال ايه المانجمنت بتاعها، نتكلم فيها ممكن حوالي 20 دقيقه 25 دقيقه، شويه تيبس تريكس كلام مهم، الحاجات اللي ممكن تفيدنا فعلا اللي فاهمه من دكتور ياسر، ان معظم اللي في الجروب اللي هم يعني خريجين جدد او حديث تخرج او لسه بيجينرز، فهحاول اهتم بالحاجات اللي هي ممكن تفيدهم اكتر في الشغل. اكيد برضو في حاجات هتكون شويه ادفانسد هنتكلم فيها. ف وبعد ما نخلص ان شاء الله دكتور عبد الوهاب هيكلمنا عن الحاله بتاعته، الحاله اللي فازت، وبعدين هناخد اسئله ومع بعض نتكلم بقى، لو في اي حد عنده سؤال يقدر يكتبه وان شاء الله نحاول نرد على كل الاسئله الموجوده النهارده. إن شاء الله بس ان شاء الله. يلا جو طيب خلينا نتكلم عن الانتركنال سيبريت انسترومنت. هحاول الاول اعمل شير للسكرين. ايوه اعمل شير كده عشان اظبطها معاك. اوكي في زهرة المحاضرة كده ولا لسه؟ تمام تمام. اعتقد هسه ظاهره شباب السكرين ظاهر ان شاء الله هسه تمام مو ظاهر تمام تمام اوكي طيب اوكي خلينا نتكلم قبل ما نتكلم على موضوع المانجمنت اوف انتركنال سيبريت انسترومنتس. انا حابب الاول ان اطمنكم على موضوع ان يحصل معاك فايل سيبريشن، يعني موضوع البروكن فايل بيحصل مع الناس كلها، كل الدكاتره اللي بتشتغل اكيد بيحصل معاهم حاجه زي دي، سواء انت اللي كسرت الفايل او وانت شغال. اسباب كتير طبعا هنتكلم عنها كمان شويه ليه الفايل بيتكسر واحنا شغالين. فكون ان يحصل معانا فايل سيبريشن او نسترون سيبريشن دي حاجه وارد انها تحصل، بس اكيد ليها مانجمنت. فالمهم عندي ان انا اعرف ايه المانجمنت بتاع الفايل سيبريشن. طيب هو انا مشكلتي لما الفايل يتكسر مش الفايل نفسه، دايما مشكلتنا مش في وجود الميتال جوه الكنال، الميتال بتاع الفايل مش هو ده المشكله. المشكله في الجزء اللي تحت الفايل اللي انا ما اقدرش اعمل له كليننج، انا مش قادر اوصل لحد الايديكال فورامن واعمل كليننج للجزء دوت. ف الفايل اصبح انه سبب للبلوكج، سبب عطلني او وقفني ان اقدر اوصل للابيكال فورامن واعمل جود كليننج للبارت ده من الكاميرا. عشان كده دايما نلاقي ان البروجنوزس في حالات الفايتال كيسز بيكون افضل كتير من حالات النكروتيك. يعني لو انا اتكسر معايا فايل في حالات في حاله فايتال وست الفايل لاي سبب من الاسباب ما قدرتش اطلعه، ف بلاقي ممكن فرصه السكسس عندي تبقى عاليه، لان ممكن او وارد ان الجزء اللي تحت من الكنال دوت ما يكونش فيه بكتيريا او ما يكونش فيه مايكرو اورجانيزم فما يعمليش فيلير. انما في حالات النكروتيك اكيد بيكون عندي فيه بكتيريا موجوده في الكنال سيستم، فوجود الفايل في الكنال كحاجه تمنعني ان اقدر اوصل لحد الابيكال فورامن اكيد هيكون عائق ليا في ان انا اقدر اوصل للابيكال فورامن واعمل كليننج وديسنفكشن كويس، بحيث يكون عندي جود بروجنوزس للكيس. زي ما قلت وجود الميتال مش مشكله، والدقيقه كده احنا بنستعمل الميتال بوست، فوجود الميتال في الكنز زي ما اتفقنا مش مشكله، انما هو وجوده كعائق ان انا اقدر اوصل للابكال فورمن هي دي المشكله. طيب حصل معايا فايل سيبريشن اوريدي، خلاص الفايل اتكسر او انا جات لي حاله فيها سيبريتد فايل، محتاج اعمل له مانجمنت. ايه الاوبشنز اللي عندي في المانجمنت؟ الاوبشنز اللي عندي ان انا اعمل ريتريفال او باي باس، او ان انا اسيب الفايل واعمل فولو اب او السيرجيكال انترفنشن. وفي خيار عندي لو انا ما قدرتش اعمل اي حاجه من دول، هو ان انا اعمل ريفير. مش دايما هكون انا قادر ان انا اعمل مانجمنت للكيس، على حسب السكيلز بتاعي، على حسب التريننج انا عملت تريننج كويس ولا لا، على حسب التولز هل عندي ادوات اقدر اعمل بيها المانجمنت ولا لا. فمش دايما هقدر اعمل حاجه من دول. ففي اوبشن اللي هو الخامس اللي انا عندي ان انا اعمل ريفير للكيس. طيب ايه هو احسن اوبشن؟ يعني انا الفايل اتكسر معايا، ايه احسن اوبشن؟ بنركز جدا الدكاتره في كلمه احسن.
اكيد افضل اوبشن عندي هو ان الفايل ما يكونش موجود في الكمال، يعني احسن حاجه هو ان الفايل ما يكونش موجود في الكمال، يعني ان انا اعمل ريتريفال، ده احسن اوبشن، بس مش دايما بيكون ده الانسب للكيس. نقطه مهمه قوي، مش دايما بيكون ده الانسب للكيس، مش دايما انا بكون قادر ككلينيشن اعمل ريتريفال، فبيكون عندي خيار الباي باس هو الافضل. المفروض كلنا اللي قاعدين دلوقتي بنسمع المحاضره، المفروض كلنا نكون بنعرف نعمل باي باس. ليه؟ لان هو مش محتاج اكسبنسيف تولز او سبيشال ارومنتيريوم عشان اقدر اعمل او اقدر اعمل باي باس للسيبريتد فايل. انما ريتريفال محتاج، اول حاجه كده لما نتكلم محتاجين ماجنيفيكيشن، عشان نتكلم على ريتريفال محتاجين ماجنيفيكيشن. فمش كلنا بنكون قادرين يكون متاح لينا مايكروسكوب او لوبس في، خاصه لو احنا لسه فريش جراديوتس، فممكن تكون حاجه زي دي بتعطلنا عن ان انا اعمل ريتريفال. انما باي باس مش محتاج حاجه، هنعرف ايه التولز محتاجينها عشان اعمل باي باس دلوقتي. فلازم كلنا نحاول نتدرب كويس على موضوع باي باس، سواء على اكستراكتد تي سواء على مودلز، لان ده خيار اقدر اعمله عندي في العياده، اقدر لو حصل معايا المشكله دي في الكلينيك او البيشنت جاي لي بفيرد انسترومنت اقدر اعمل له باي باس. فدول احنا هنتكلم على الاثنين دول النهارده، باي باس والريتريفال. اكيد احنا مش محتاجين نشرح دو ناسنج ان جاست فولو اب، دي بنعملها كلنا ولا ايه؟ هنعمل فولو اب مظبوط يعني راح نسوي اوبتشريشن فوقها احتمال. دي بتهيألي دي يعني سهله، يعني عشان دو ناسنج جاست فولو اب دي سهله مش كده؟ اي اسهل طريقه يعني اسهل طريقه بالظبط كده. فهنعرف برضه، هعرف برضه ممكن امتى نعمل اللي هو ان انا اسيب الفايل واعمل بعديه فوقيه اوبتيوريشن واعمل فول اب، هنعرف امتى ان شاء الله. طيب مبدئيا شويه دردشه صغيرين كده، عندي شويه فاكتورز بتحدد لي هل اعمل باي باس هل اعمل ريتريفال. مهم جدا الفاكتورز دي ابقى عارفها قبل ما اشتغل، مش كفايه ان انا اكون عارف التكنيك واقول خلاص انا هروح اطبق، لا في حاجات كده جنبي مهمه لازم اكون عارفها كويس. الفاكتورز دي بتكون في حاجات راجعه للسيستم نفسها، في حاجات راجعه للفايل اللي اتكسر نفسه، في فاكتورز تكون راجعه للدنتست وفاكتورز راجعه للبيشنت. نيجي نبص مثلا على التوس، الاقي ان لو في عندي توس الكروس سكشن بتاعها اوفال وحصل فيها فايل سيبريشن زي دي كده، هل هنا المانجمنت اسهل ولا ما يكون الكروس سكشن بتاع الكنال راوند؟ اكيد لو انا عندي كروس سكشن اوفال بيكون المانجمنت هنا اسهل، عندي مكان اقدر ان انا اعدي من جنب الفايل دوت، اقدر احط الالتراسونيك تيب بتاعي في المكان ده وابدا اعمل فايبريشن في الفايل واحركه. فلو الكروس سكشن بتاع الكنال بيكون اوفر اكيد المانجمنت هيكون اسهل عن غير لما يكون راوند. الاقي مثلا ان الاسنان الابر في المانجمنت اسهل من الاسنان اللور، الاقي ان الانتيريور اسهل من الاسنان البوستيريور، الاقي لو الفايل اتكسر فوق الكيرفيتشر اكيد المانجمنت بيكون اسهل كتير من لما يكون تحت الكيرفيتشر او اكون انا مش شايف الفايل. فكل دي فاكتورز راجعه للسنه نفسها بتقول لك هيبقى سهل ولا صعب، لان في الحالات اللي احنا قلنا عليها هيكون سهل بيكون في عندي بيتر فيجواليزيشن، بكون شايف كويس الفايل واكيد بيكون عندي بيتر اكسسبيليتي. طيب بالنسبه للفايل مكسور نفسه، هل في فرق بين انواع الفايلز لما تتكسر جوه السنه؟ اكيد في فرق. اجي الاقي ان الفايل الروتري او الفايل النيكل تيتانيوم لما بيتكسر جوه السنه او في الكمال المانجمنت بتاعه او بيكون اصعب في المانجمنت عن لو فايل ستانلس ستيل او مانوال فايل. اول حاجه ده بيكون عامل انجيجمنت اكتر في الدنتين نتيجه ان هو موتور دريفن، فبيكون عامل انجيجمنت اكتر في الكنال، فاكيد حاجه زي دي بتكون بتصعب عليا الموضوع في المانجمنت. كتير لو حاولنا نيجي نشتغل عليه بتب الالتراسونيك عشان احاول اعمل فيه فايبريشن، بلاقي الفايل نفسه المكسور بيتكسر تاني وانا شغال الالتراسونيك. يعني مثلا لو انا عندي فايل 4 ملم مكسور في كناله، ببدا خاصه لو نيكل تيتانيوم ببدا احركه زي ما نتكلم كمان شويه بالالتراسونيك تيب اعمل فيه فايبريشن، فشغل الالتراسونيك تيب على الفايل نفسه ممكن يكسره، فتلاقي عندك بدل ما كان 4 ملي تلاقي 2 ملي طلعوا وفي 2 ملي لسه موجودين، فهنا الحاله بقت اصعب. نقطه كمان ان الفايل الروتري او فكره الفايل نيكل تيتانيوم لما بيتكسر جوه الكنال ما بيفضلش في نص الكنال، دايما بيحصل له لاينج على الاوتر وول اوف كيرفيتشر زي ما نشوف كمان شويه. فهي نقطه هي تعتبر ميزه وعيب. اول حاجه عيب على ان الفايل ما فضلش في نص الكنال، فمفيش فيه دايما سبيس حوالين الفايل من كل الاتجاهات، انما هو ميزه ان هو عرفني هيكون فين المكان او السبيس اللي هقدر اعمل فيه باي باس منه الفايل، او السبيس اللي هقدر احط فيه الالتراسونيك تيب عشان اعمل فايبريشن في الفايل.
هو لو الفايل حاصل له لاينج على الاوتر وول اوف كيرفيتشر، يعني لو عندي كيرفد كانال والفايل حاصل له لاينج على الاوتر وول، غالبا هيكون عندي السبيس ناحيه الانر وول عشان اقدر اعمل لهم باي باس. هنتكلم كمان شويه عن الموضوع دوت، هيكون وطبعا هيبقى واضح اكتر في الديمو زي ما هنتكلم كمان شويه. طيب هل الكروس سكشن بتاع الفايل بيفرق؟ اكيد. لما يكون عندي مثلا فايل زي الهيرو او البرو تيبر في عشان احاول اعمل باي باس لفايل زي دوت، او عشان احاول ان انا اعمل ريتريفال، حتى تيجي تبص هنا تلاقي الميتال كور في الفايل كبير، جزء كبير جدا من الفايل مالي اليومن بتاع الكنال، فهنا صعب تلاقي شويه سبيس حوالين الفايل. على عكس مثلا ما نشوف فايل زي البرو تيبر نيكست، ده فايل اوف سنتر كروس سكشن او اسيمتريك كروس سكشن، هنا في عندي سبيسز اقدر اعمل منها باي باس حوالين الفايل. فايل زي الاي اف من فانتا اللي فيه فلات ديزاين، الفايل تقريبا نص الفايل مش موجود او نص الفايل بيكون فلات، ففايل زي دوت مش هيبقى مالي اليوم بتاع الكنال فاقدر اعمل له باي باس. فدي برضه حاجات بتفرق مع الفايل نفسه، نوع الفايل والكروس سكشن بتاعه اكيد بيفرق. طيب هل كل اوبريتورز يقدر يعملوا مانجمنت للبروكن فايل؟ زي ما اتفقنا ان في فاكتورز كتير ترجع للاوبريتور زي السكيلز والتريننج، هل هو فاميليار مع التول والانسترومنتس ولا لا، فالحاجات دي بتقول انا هقدر اعمل مانجمنت او مش هقدر اعمل مانجمنت. نقطه ثانيه كمان، تيجي تلاقي كده لو انت مثلا دكتور اسنان معروف ان انت عندك مايكروسكوب وعندك كل التولز بتاعه الريتريفال، ومعروف في المنطقه بتاعتك مثلا ان انت بتعمل مانجمنت للبروكن فايل، وبتجي لك حاله من بره مثلا، البيشنت بيجي يقول لك دكتور انا متحول لك من دكتور كذا علشان تعمل لي مانجمنت للفايل مكسور، فدايما بتلاقي نفسك متحمس كده ان انت ايه تشيل الفايل دوت، ان البيشنت جاي شايفك انت الهيرو، الدكتور اللي كان بيتعالج عنده ما قدرش يعمل مانجمنت، انما انت يعني جاي لك الكيس المفروض ان عندك التولز عندك الاكسبيرينس. فغالبا الحماس بتلاقي فيه حماس موجود انك تقدر تعمل مانجمنت للكيس دي كويس، على عكس لو انت اللي كسرت الفايل. يعني الفرق كبير جدا في الحالتين، لو انت كسر الفايل غير لما يكون الفايل جالك من دكتور تاني. المانجمنت هنا مش دايما بيكون سهل لو انت اللي كسر الفايل، انت يعني لو البيشنت جالك زياره واحده على اساس خلصتك خلصت الاند اوف فورم فيزيت وانت في نفس الفيزيت كسرت الفايل، ف بتلاقي في مشكله، ده كده ممكن احتاج زياره تانية، ده اولا مش هتعرف تشارج من البيشنت فلوس اكتر نتيجه المانجمنت بتاع البروكن فايل على عكس البيشنت جالك من بره. فكل دي حاجات برضو بتحدد هتعمل ايه في الكيس. نقطه ثانيه برضو، احنا مش عايزين ان انا اقول النهارده مثلا هنعرف ازاي نعمل ريتريفال بالالتراسونيك، بس هو اكيد يفرق بين دكتور للتاني مين الدكتور اللي هيقدر يعمل ريتريفال من غير ما يساكريفايز مور تو ستراكشر، صح؟ يعني انا اي حد فينا هيشيل حوالين الفايل المكسور اكيد هيقدر يشيل الفايل، يعني هيقدر يعمل ريتريفال، انما الفكره هنا هقدر اعمل ريتريفال وانا محافظ على تو ستراكشر كويس؟ اكيد ده بيفرق من دكتور للتاني، وبرده بيفرق بالاكسبيرينس. كل ما شرح حاجات زي دي اكتر كميه الدنتين بتحتاج تشيله من الروت عشان تعمل ريتريفال للفايل اكيد بتكون اقل. وبالنسبه للبيشنت طبعا لازم البيشنت يكون اولا ويلنج ان هو يسيف التوس، يعني ما ينفعش مثلا يجي لي بيشنت دكتور انا عندي السنه دي فيها مشكله فتاخد له اكس راي تلاقي فيه فايل مكسور في الاكس راي، تقول له انت عندك فيه فايل مكسور في الدرس دوت ومحتاجين نشيله، يا دكتور اخلع، هيجي يقول لك كده البيشنت، يا دكتور اخلع الدرس، تقول له ليه نخلع الدرس، خلينا نحافظ عليه ونعمل مانجمنت، في فايل مكسور هنشيله، يا دكتور مش مهم قوي يعني يا دكتور ده يعني ده حاله صعبه كده، مش انت اللي بيتكلم حاله صعبه كده وفي فايل، ما اخلعه دكتور. ما ينفعش البيشنت يكون مش متمسك بالدرس وانت تكون انت متمسك تعمل تريتمنت، لازم البيشنت نفسه يكون موتيفيتد او هايلي موتيفيتد انه يكيب التوس، ده مهم جدا. لازم البيشنت لما يجي لك في حاله زي دي يكون مديك وقتك كويس، ما يجيش لك دكتور قدامي نص ساعه بس وهمشي ومحتاج امشي او ورايا ميعاد، ما ينفعش، يكون عندك وقت كويس جدا. ومهم كمان بالنسبه للبيشنت انه يكون ويلنج تو باي. للاسف حالات الريتريفر باي باس ممكن تحتاج وقت طويل، ممكن تحتاج تولز، ممكن تكون شويه اكسبنسيف، ف تايم از ماني والتولز از ماني، فلازم البيشنت برضو يكون ويلنج تو باي، مش دكتور مش زي سعر الاندو العادي اكيد، لا طبعا الوضع مختلف. فدي شويه حاجات كده زي انترودكشن مهم نعرفها قبل ما نعمل مانجمنت للبروكن فايلز. طيب تعالوا نشوف ازاي نعمل باي باس، وزي ما قلت مهم جدا احنا كلنا اللي بنسمع دلوقتي مهم نعرف ازاي نعمل باي باس، مش محتاج اكسبنسيف تولز، مش محتاج ماجنيفيكيشن، بالعكس مانوال فايلز واقدر اعمل الموضوع بتاع الباي باس. مبدئيا فكره الباي باس هنا
بس دقيقة قبل ما نبلش، الفايل انت قلت انه راح ينكسر على الاوتر وول، هذا بالنسبة للروتري والمانوال او بس الروتري؟ النيكل تيتانيوم هي الاكتر اللي بيحصل له لاينج على الاوتر وول زي ما نشوف كمان شوية دلوقتي. تمام. النيكل تيتانيوم فايل دايما تند تو بي ستريتن، دايما الفايل عايز يتفرد. الفايل احنا بنعمل له بري كيرف او نعمل له بيدخل الكنال الكيرفد، بيبقى كيرفد مع الكنال ماشي في الكنال مظبوط، ده اللي هو النيكل تيتانيوم. اول ما يتكسر الفايل طوله بيقصر، فبيبقى عايز الجزء المكسور ده عاوز يتفرد، فلما يجي يتفرد بدل ما هو داخل في الكيرف عايز يبقى ستريت تمام، فيحصل له لاينج على الاوتر وول اوف كيرفتشر. تمام. فدي بتديني فرصه ان انا اعمل باي باس من ناحيه الانر وول، هنتكلم عنها دلوقتي حالا هتيجي في الباي باس. تمام تمام. طيب تعالوا نشوف كده التكنيك بتاع الباي باس. والباي باس دكاتره هو مانوال جيم، محدش يفكر انه يعمل باي باس بفاير روتري. يعني في دكتور يقول انا في فايل كسر معايا انا هجيب فاير روتري واحاول بقى ايه ان انا اعمل شويه بريشر واعدي من جنبه، غالبا هتزعل يعني، غالبا هيبقى بدل ما هو فايل واحد هيبقوا اتنين جنب بعض. فدي حاجه مهمه، لازم الاول نشتغل بفايلز مانوال في الباي باس، مش على فايل مانوال. وبرضو according to your skills، على حسب السكيلز بتاعتك والاكسبيرينس هتعرف امتى ممكن تعمل باي باس بفاير روتري على طول. لكن كبيجنر كفريش جراديوت ما تفكرش تعمل باي باس بفاير روتري على طول او بفكره النيكل تيتانيوم، على طول الباي باس مانوال جيم. طيب فكره الباي باس ايه؟ فكره الباي باس ان انا اشوف فين السبيس اللي حوالين الفايل اللي هقدر اعدي منه بوصل لحد الابيكال فورامن. انا محتاج الاقي سبيس، يعني مش دايما كل الكنال بيكون عندنا راوند، وحتى لو هي كلها راوند الكروس سيكشن بتاع الفايل اكيد بيكون فيه سبيسز بين الفايل وبين الكنال، فانا محتاج اشوف فين السبيس ده عشان اقدر اعدي منه تمام واوصل لحد الابيكال فورامن واعمل كليننج زي ما اتفقنا. وجود الفايل نفسه في الكنال زي ما قلنا دكاتره مش مشكله. طيب فكره ان انا الاقي الباث او الاقي الكاتش زي ما اتفقنا، انا محتاج ان انا الاقي السبيس مش كرييت سبيس، في سبيس اكيد موجود انا محتاج ان انا ادور على السبيس دوت واعرف هو موجود فين. طيب بدور ازاي؟ هل بجيب الكي فايلز اللي عندي في العياده كده وابدا اشتغل ولا بعمل ايه؟ لا، هنا بنحتاج فايلز تكون مختلفه شويه. الفايلز اللي محتاج اشتغل بيها بتكون شارب وشورت وستيف. مهم يكون الفايل بتاعي شارب شورت وستيف. في حاله الباي باس للبروكن فايل انا افضل ان انا استعمل السي بلس فايل، وخاصة عشان الاقي الكاتش اللي موجود جنب الفايل السيبريتد فايل. ممكن يكون امن شويه لو بيجنر ان انا استعمل فايل زي الدي فايندر، شويه بيكون امن لكن بيكون ابطا او بياخد وقت اطول. فالسي بلس بتكون اسرع خاصه في الباي باس بتاع بروكن فايل. الدي فايندر ممكن يكون ريكومندد اكتر في حالات الباي باس للليدج. مبدئيا هو الفرق في الباي باس بتاع البروكن فايل والليدج ما بيكونش كبير، يعني شويه تركات صغيره كده وهنعرف ايه الفرق بين الاثنين. طيب يبقى انا دلوقتي محتاج فايل يكون شارب. شارب ليه شارب؟ عشان بسهوله الاقي الكاتش، سهوله يعمل لي بايندنج في السبيس. وليه شورت؟ عشان التكتايل سنسيشن، كل ما الفايل يكون اقصر كل ما يكون عندي بيتر تكتايل سنسيشن، فاقدر ان انا احس الكاتش بشكل اسهل. طيب وليه ستيف؟ عشان ما يتنيش كتير او ان انا مجرد ان يخبط في اي حاجه، لما عندي فيه فايل مكسور جوه اعمل لي بلوكج، فلو خبط فيه الفايل المانوال هتلاقيه بيتني. لما يكون الفايل شويه ستيف مش هيتني بسهوله وسهل ان هو يلاقي الكاتش او السبيس اللي جنب الفايل المقصود. طيب هل بجيب الفايل زي ما هو كده ستريت ولا بعمل فيه حاجه؟ هنا لازم اعمل بري كيرف للفايل المانيوال اللي عامل فيه باي باس. بعمل بري كيرف للفايل بحيث انه يبقى بيعمل نيجوشيشن للكاتش او بيحاول يدور على مكان الكاتش، فلازم التيب بتاعه الفايل تكون فين؟ ماشي على الوول عشان تلاقي السبيس اللي جنب الفايل. شكل البري كيرف عندي هنا هو بيكون اكتر مور بري بند زان ابري كيرف، يعني شويه بيكون شارب بري كيرف للفيرست فيو مليمترز، والكلام ده دكاتره هنشوفه دلوقتي في اللايف ديمو. ممكن استعمل اي دي تي اي اكيد هتسهل لي الباي باس، خاصه تعمل لي سوبرفيشال ديكالسيفيكيشن للدينتين، فهتسهل لي موضوع الباي باس او ان انا الاقي الكاتش او موضوع البايندنج. وانس ان انت لقيت الكاتش اللي جنب الفايل تبدا الموشن بتاعتي اللي هي watch wind motion watch wind motion. ويفضل قبلها لو انت الان ان ما يكونش ده الكاتش او السبيس اللي جنب الفايل المكسور، ممكن تاخد اكس راي وتكونفيرم ان انت
ده فعلا كاتش، مش انت رايح على بيرفوريشن، فممكن تقف هنا في الوقت ده وتاخد راديوجراف وتاكد ان انت جنب الفايل او لقيت الكاتش في المكان المظبوط مش رايح على انذر باث. طيب وانس احنا لوكيت الكاتش، ابدا اعمل واتش وايند موشن، واتش وايند موشن حوالين الفايل المكسور جنبه، بحيث ان انا ابروجريس مور تووردز ايبكس، احاول امشي اكتر توورد الايبكس. وهنا خد وقتك وما تستعجلش، الموضوع ممكن تلاقيه حصل يعني دقيقه دقيقتين عديت جنب الفايل المكسور، ممكن ياخد معاك تلت ساعه 25 دقيقه، ممكن تلاقي الموضوع طول معاك، ما تستعجلش. وحاول ما تستعملش فايلات قديمه عشان ما تبقاش هي فتيك، فسهل انها تتكسر جنب الفايل المكسور. تمام. طيب هرجع بقى للنقطه اللي اتكلمنا عنها كمان من شويه كده، اللي هي بتاعت السبيس هيكون فين. شايفين في حاله معانا دي في فايل سيبريت فايل اهوت، الفايل ده فايل روتري، فايل حجمه كبير، ده فايل نيكل تيتانيوم. فالفايل ده لما اتكسر زي ما قلنا هو ما بيفضلش في نص الكانال كده، بلاقي الهيد بتاعت الفايل الجزء ده حصل له لاينج على الاوتر وول، بقى موجود على الاوتر وول اوف كيرفيتشر. انا عندي ادي كانال كيرفد، الجزء ده اسمه الاوتر وول، الجزء ده اسمه الاوتر وول، والجزء ده اسمه الانر وول. الفايل لما بيتكسر بيحصل له لاينج على الاوتر وول، بيكون هنا الجزء الهيد بتاعه بتكون موجوده على الجزء ده في الكانال، فغالبا بيبقى في سبيس عندي ناحيه الانر، فده اسهل مكان هعرف اجيب منه الكاتش، ده اسهل مكان هعرف اعمل منه الباي باس. تمام، ناحيه الانر وول. فدايما ببدا لو انا عندي نوليدج كويس على الاناتومي وعارف الكيرفيتشرز بتاعت الروت، ان مثلا عندي اللور مولر الميزر روت بيكون كيرف ديستالي، الديستال روت في راديوجراف ممكن يكون ستريت، ممكن يكون في كيرف ميزر كيرف ديستال، لو انا شايف الكلام ده في الراديوجراف اكيد هيبقى عندي تخيل اقدر اعمل باي باس منين، هيبقى فين الاوتر وول. فابدا اشوف فين الانر وول، يعني في حاله زي دي مثلا الفايل في مكسور في الميزر روت بتاع اللور مولر، عشان باي باس محتاج اعمل باي باس من هنا، ده الميزر، انا هبدا اوجه التب بتاعت الفايل بتاع اللي هو بري كيرف، هبدا اوجهه ناحيه ايه ديستالي، هدخل في نفس الكانل واوجه التب الناحيه دي. دكتور ياسر بعد اذنك الماوس ظاهر على الشاشه؟ ايوه. لا مفيش ماوس. الماوس مفيش ماوس؟ لا طيب طب لحظه واحده بس، لان وجود الماوس مهم، احاول ان انا اظهره. معلش ايوه هسه تمام. طب لحظه واحده، لا ما بعرف. طيب شكرا دكتور ياسر. حرك الماوس ماكو. دلوقتي بيتحرك، مش شغال برضو، مش شغال. طب لحظة لحظة. هو انت ليش ما تسوي هسه هيك؟ بس هو ما ظهر هسه لحد الان. اوكي ماشي كمل. اي هسه كده تمام. الماوس كده ظهر الماوس مش كده؟ هسه مبين. طيب ممكن نشوفها حتى هنا، ممكن نشوفها حتى هنا لحد حتى بنشرح دي وبعدين نكبر الشاشه دي. تمام. فدلوقتي انا زي ما اتفقنا حاله زي دي كده، ده المكان اللي انا هقدر اعمل باي باس، او ده المكان اللي هيكون سهل ان انا الاقي فيه كاتش، لو ناحيه الانر وول في المكان ده. تمام. فبكون عامل بري كيرف بتاع الفايل المانيوال انه يكون دايركتد ناحيه الديستال سايد بتاع الميزل روت، بحيث ان الاقي الكاتش هنا. طيب انا عملت بري كيرف وهدخل في الكانل احاول ادور على الباث ناحيه الانر وول، ما لقيتوش مفيش مشكله، ابدا اعمل روتيشن للفايل، احاول ان انا احرك الفايل اب اند داون اب اند داون امبيكنج موشن، يعني بحاول اعمل زي ايه نقر كده فوق الفايل وهو بري كيرف. فلما يكون الفايل بري كيرف وبعمل بيه بيكنج، هبدا احس البايندنج بتاع الفايل فين، في الكانال او في السبيس اللي بين الفايل المكسور وما بين الدنتين. فايل 10 ولا 8 هذا اللي راح تسوي به هيك؟
انا هبدا بفايل 10 الاول، لو حسيت ان فايل 10 مش لاقي كاتش بسهوله ممكن ابدا بفايل 8، لكن انا يعني كل ما يكون الفايل اكبر شويه يعني الفايل 10 اكبر فبيكون مور ستيفر مش هيتني بسهوله. تمام تمام، هيكون ده الايه الاسهل. لو حسيت ان فايل 10 مش لاقي او البايندنج بتاعه مش كويس ممكن اجيب فايل 8 وابدا اعمل احاول ان ادور بيه على الكاتش ده. وانس ان لقيت الكاتش زي ما اتفقنا ببدا اعمل واتش وايند موشن، واتش وايند موشن اللي هو الموشن بتاعت الجلايد باث. تمام، بحيث ان ابدا اوسع الباس ده اللي جنب الفايل السيبريتد فايل. فمهم قوي ان انا اخلي بالي فين الانر وول او فين الناحيه اللي اقدر اعمل منها باي باس اسهل. طيب وسعت دلوقتي، بعد فايل 10 هبدا اجيب فايل 15 برضه اعمل فيه نفس البري كيرف. فايل 20 عايز اشتغل بروتري، محتاج ان انا اشتغل بروتري عشان اكمل الشيبنج واقدر اعمل اوبتريشن بسهوله. فاعمل ايه؟ اوصل لحد سايز كام؟ هحتاج ان انا اوصل بفايل مانيوال 10 15 20. بعد 20 ممكن احاول ان انا اجيب فايل روتري، بس اخلي بالي لان استعمال الروتري جنب الفايل المكسور بيكون شويه ريسكي. يعني ان انا استعمل فايل موتور دريفن جنب سيبريتد فايل شويه بيكون ريسكي. سهل ان واحد يحصل عندي ايه ميتال تو ميتال فريكشن او ميتال تو ميتال كونتاكت فيحصل عندي فراكشر، فلازم اخلي بالي كويس من الموضوع ده. لو هستعمل فايل روتري احاول ان انا استعمل ليست تيبرد فايلز، ما تكونش الفايل كبير سايز بتاعه كبير فيبدا الكونتاكت بينه وبين الفايل المكسور يبقى اكبر ويبقى عالي فيه فريكشن عالي فممكن يحصل عندي السيبريشن بسهوله. طيب تعالوا نبص كده شويه كيسز ومن خلالها نفهم اكتر موضوع البايبس. حاله زي دي كده، حاله زي دي، بصوا معايا كده يا دكاتره، انا عندي هنا في فايل مكسور اهوت فين على الاورفيس بتاع الديسكتوب باك اب كانال، ده سيبريتد فايل. الفايل ده كتير مننا من عارف ان انا ممكن اعمل ريتريفال بسماعه التراسونيك، هيقول ده فايل مكسور على الاورفيس اما اجيب التراسونيك تاب وابدا ايه اعمل فيه فايبريشن واشيله. لو انت مش شايف الفايل حتى لو الفايل موجود على الاورفيس ما تحاولش تشيله، لان استعمال التراسونيك جوه الكنال من غير ماجنيفيكيشن فيري فيري دينجرس. نستعمل التراسونيك جوه الكنال من غير ماجنيفيكيشن فيري فيري دينجرس او فيري فيري ديستراكتيف. فخد وقتك، مش مشكله خالص انك تعمل باي باس حتى لو الفايل كرونال ما دام ما انت شايفه، ما دام ما انت شايف الفايل ما تفكرش في الريتريفال. تمام، يبقى عندي الاوبشن بتاع الباي باس وهنا ما عنديش مشكله خالص. بعد الباي باس ادي دلوقتي قدرت اوصل اهوت ده الماستر كون بتاعي والفايل موجود اهو زي ما احنا شايفينه، وادي الام بي 1 والام بي 2 وادي البروكن فايل وقدرت اعمل باي باس. ما عنديش اي مشكله خالص من وجود الفايل هنا زي ما اتفقنا. مشكلتي مش الفايل، مشكلتي في الجزء التحتيه، قدرت انضفه انا اموري كده تمام. طيب نبص على حاله زي دي كده، دي بيشنت اللور مولر ما عنديش فيه مشكله خالص. الحاله دي البيشنت شويه يعني مش البيشنت اللي هو حابب يقعد على الكرسي، لا هو بيشنت في ميل وعايز خلص على طول واندو ومش اندو، فالكيس ستريت فورورد ما عنديش فيها مشكله خالص. انا هحاول ان انا اخلص البيشنت دي بسرعه ما عنديش فيها اي مشكله. وللاسف الحاله دي كان يوميها بالليل اللي قبلها كان دكتور زميلي مدي لي فايل سيستم جديد، قال لي بص فايل سيستم دوت فايل ما حصلش، علبه جديده يعني خد جربه وهتدعي لي. فالبيشنت جايه وانا عايز اخلصها على طول، انا هستعمل معاها السيستم اللي جاي امبارح ده الجديد دوت. هنا كانت المشكله بقى، جيت اشتغل البيشنت بالسيستم اللي الدكتور مديهولي لسه اول استعمال لسه يعني. اتفضل الفايل فاضل في نص الكنال. طبعا دلوقتي عندي بقت مشكله، البيشنت مش البيشنت اللي هتقعد عشان اعمل لها باي باس او ريتريفر مش اللي هتساعدني، وانا محتاج ان انا اخلصها في سنجل فيزت عشان ما تجيش تقعد نفس الدرس ده تاني. فهنا كان بالنسبه لي الباي باس هو الاسهل في حاله زي دي، مع اني شايف الفايل بس كان بالنسبه لي الباي باس اسهل. ولو اخدنا بالنا كده بص على الفايل كويس، بص على الفايل كويس يا دكاتره كده، انا اكبر لكم الصوره اهو، هتلاقي الفايل لاينج على اوتر وول. شايفين السبيس موجود فين؟ ايوه في سبيس، واضح السبيس. السبيس هنا اسهل ناحيه الانر وول، واضح دلوقتي. مع ان في حاله ثانيه بالظبط. الحاله دي لو جايه لي، لو البيشنت ده جاي ريفير يعني جاي لي مش انا اللي كسر الفايل، انا الريتريفال بالنسبه لي سهل جدا ما عنديش فيه مشكله خالص نعمله في الحاله دي. بس هي عشان انا كسرت الفايل فهنا زي ما قلنا هنا الاوبريتور فاكتور مع البيشنت فاكتور كمان غير الديسيجن بتاعي، بدل ما كنت اعمل ريتريفال بسهوله بالنسبه لي لا انا هعمل الاسرع وهعمل اللي يخليني انجز مع البيشنت. فانا اخترت ان اعمل باي باس، وفعلا نيجي نبص كده هتلاقي بعد الباي باس الفايل معدي اهوت. شايفين ازاي الفايل بقى لاينج كله على الاوتر وول؟ الاسبيس اللي انا جبته من الانر وول زي ما اتفقنا من شويه
واضح السبيس هنا، واضح من ناحيه الانر وول، فاقدر من هنا انا اكمل شيبنج واقدر اكمل كليننج وما عنديش اي مشكله خالص ان الفايل يبدا في الكنال زي احنا شايفين كده. تمام خلاص الفايل موجود في وسط الاوبتوريشن، قادر توصل للايبكس، قادر توصل للايبكس بيرفورمنس، ما عنديش اي مشكله خالص من وجود الفايل جوه الكنال بدل ما قدرت اوصل واعمل كليننج كويس. فمهم مهم اعرف ازاي ان باي باس، مهم اشوف الفاكتورز اللي بتحدد ايه الاسهل بالنسبه لي. زي ما قلنا مش كلنا مطلوب مننا نعرف نعمل ازاي ريسيفر، لكن مطلوب ان احنا نعرف نعمل باي باس كويس. لازم تكون عندك وسيله على الاقل للمانجمنت تكون بتعرف تعملها. طب يا دكتور حاله زي دي كده، تعالوا بصوا الحاله دي حاله تايب 2 في الديستر روت. يعني تايب 2 ديستر روت؟ يعني عندي كمان اثنين اورفيسز وبعدين حصل لهم جويننج وبقى 1 ابيكال فرامن وعندي فايل اتكسر هنا. طب نبص هنا كويس، في فايل مكسور اهوت. في حاله زي دي لو عندي كانالز تايب 2 يعني عندي 2 اورفيسز 1 ابيكال فرامن، انا ممكن ادخل واعمل كليننج للجزء اللي تحت عن طريق الكانال الثانيه، صح؟ فهنا تخيل انت مثلا عايز تعمل مانجمنت الفايلز ده سواء باي باس او ريتريفر، ده فايل زي دوت اكيد مش سهل مع الكيرفتشر اللي موجود، الفايل كله موجود تحت الكيرف في حاله زي دي، فالمانجمنت هيكون مش سهل سواء باي باس او ريتريفر. طب وليه؟ انا ايه مشكلتي؟ مش مشكلتي في الجزء اللي تحت زي ما اتفقنا، اقدر اعمل باي باس من الاذر انترنس وخلي الفايل زي ما هو في نص الكنال ما عنديش مشكله، اقدر اعمل فيو اوبتيوريشن وقدرت انضف تحتيه وعملت اوبتيوريشن للهول كنال ما عنديش فيه وجوده اي مشكله خالص. فلازم اخلي بالي وابقى فاهم اناتومي كويس، مهم جدا اكون فاهم اناتومي كويس. تمام ده بالنسبه كده يعني ايه محاوله سريعه نحاول نفهم يعني ايه موضوع الباي باس. قبل ما اتكلم عن الريتريفال، الريتريفال يعني هنتكلم برضو عنه مش كتير، هنفهم الفكره في الريتريفال لان زي ما قلنا هو مش متاح للكل يعمل ريتريفال. هعرفكم اللي انتم محتاجينه بالظبط عشان تعمل ريتريفال مظبوط، ايه التولز ايه الادوات هنعرفها دلوقتي. في سؤال في الجزء اللي فات يا دكتور ياسر، لو في حد حابب يسال كده نعمل زي هولد بسيط كده لحد ما نشوف جزء من المشكله ولا لا. راح نسوي فيد ريفيو بسيطه انه احنا النقاط المهمه اللي راح نقدر نحصلها على بدنا نحصل الفايل باي باس، انه احنا نستخدم الفايلات السي بلس فايل مو صحيح، زي السي بلس او الدي فايندر. الدي فايندر امن من السي بلس، السي بلس ممكن تكون اسرع او السي بلس ممكن تشتغل احسن في الاكسبرت هاندز. لو احنا بيجنرز يفضل الدي فايندر هتكون امن شويه. تمام، وانه احنا نحاول الكاتش مالتنا انه يكون من الانر وول على مود نشوف لنا في الديسك. مش نحاول هو الاسهل ان انا الاقي الكاتش هيكون غالبا ناحيه الانر وول، ده المكان اللي غالبا هنلاقي فيه السبيس. نقطه مهمه دكتور ياسر بالنسبه للسؤال بتاعك، هو انا دلوقتي لو التب بتاعت الفايل دخلت في الكنال، ممكن فايل مانوال، لو انا دخلت الفايل في الكنال انا هعرف التب اتجاهها منين ازاي؟ يعني انا بقول دلوقتي اوجه التب ناحيه الانر وول، اعرفها ازاي؟ بصوا معايا كده، ادي فايل اهو، مش عارف الصوره واضحه ولا لا. اي واضحه تمام، واضحه الصوره. ده فايل مانوال صح كده؟ صح. لو جيت تبص كده على الاستوبر هتلاقي فيه على الاستوبر فيه زي مارك على الاستوبر. تمام، شايفين فيه مارك او فيه زي سهم كده بوينتد شويه، هو تمام؟ يكون خط اسود، يعني يكون خط اسود بالفايل او خط اسود. بالظبط، لحظه كده انا اوريك فايل. هتلاقي الاستوبر بس هتلاقي فيه زي خط اسود كده، ما مش كل الشركات زي بعض. واضح ان الخط الاسود؟ ايوه هذا الخط الاسود. فانا لما بعمل بري كيرف الفايل، طبعا ده فايل روتري مش هو اللي هعمل بيه الباي باس، لكن انا بوريك بس الفكره، بحاول اخلي الدايركشن بتاع الدايركشن مارك اللي هو الاسود دوت مع نفس اتجاه التب بتاعت الفايل لما اكون عامل بري كيرف. فلما التب تدخل في الكنال بالشكل ده انا عارف فين اتجاه التب منين، من المارك السوداء اللي على الاستوبر، عارف اتجاه التب من المارك السوداء اللي على الاستوبر. فدي برضه نقطة مهمة قوي عشان ابقى واخد بالي فين التب بتاعت الفايل وهي جوه الكنال. تمام، على مود اعرف الاتجاه الفايل وين راح يكون على مود ادخل بالانر وول. طيب انت زي ما اتفقنا لو ما لقيتش سبيس او ما لقيتش كاتش ناحية الانر وول، دور في باقي الوولز بالباكنج موشن، ابدا احرك الفايل. يعني مثلا لو كان داخل زي ما قلنا تستل، هبدا اجيبه مزيل شويه وابدا الفه على الوولز كده زي ما اكون بعمل نيجوشيشن او سكاوتنج لحد ما يحصل معايا احساس البايندنج اللي مهم عشان احسه ان انا استعمل شورت فايلز. تمام. طيب برايك مثلا اذا انا هسه بيجنر وصارت عندي حاله انكسر الفايل واريد اسوي باي باس، برايك الشخصي انه ايش قد يراد واحد يطول خلق وش قد يراد له وقت وش قد يراد له فايلات؟
زي ما قلت الموضوع بيفرق من حاله للتانيه، مش يعني زي ما قلت لك من شويه، انا ممكن الفايل الاقي السبيس جنبه بسهوله جدا، ممكن اقدر الفايل يكون اتكسر حجمه صغير فاقدر اعدي من جنبه بسهوله جدا، ولو الفايل قصير برضو اللي اتكسر ده ممكن اعدي جنبه بسهوله جدا، على عكس ما يكون فايل طويل مثلا يعني فايل 3 مللي، هل عشان اعدي من جنبه سهل ولا ما يكون الفايل المكسور مللي ونص مثلا، الجزء المكسور مللي ونص، اكيد مللي ونص هيكون اسهل، فطول الفايل بيفرق، حجم الفايل بيفرق، السكيلز بتاعت الاوبريتور بتفرق، ممكن الاقي زي ما قلت ممكن دقيقتين تكون خلاص الباي باس، وممكن تقعد 25 دقيقه تعمل باي باس مثلا، نعم يمكن مرة من المرات الموضوع محتاج صبر هذا الله، بس مجرد انه احاول ادخل والقى فد كاتش يعني، بعدين تقريبا ورا 3 4 ساعة لحد ما مليت كلش انه، بس شنو الفكرة انه انت تصبر على الحالة، انه تحاول مرة ومرتين وثلاثة لحد ما راح نفتهم انه انت اخر شيء يلا تقدر انه تلقى كاتش يلا تدخل بالضبط. لا خد 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 وقتك، خد وقتك، وكل نص ملي بتعديه جنب الفايل المكسور ده يعتبر اتشيفمنت، فما تستعجلش ما تستعجلش، وخد وقتك مهم جدا، زي ما قلت استعمال الاي دي تي اي هتسهل لك الموضوع في حاله الباي باس للبروكن فايل، في حاله الباي باس الدكاتره بتاعت الليدج مش بنستعمل الاي دي تي اي، الاي دي تي اي مش بنستعمل باي باس الليدج، ده فرق بين الاثنين، في حاله بروكن فايل ممكن استعمل الاي دي تي اي، في حاله الليدج الاي دي تي اي ويل انتنسيفاي ذا ليدج، هتزود لي الليدج، فلازم اخلي بالي. تمام، هاي حلوه، هاي خوش معلومه انه احنا الاي دي تي اي ما نستخدمه بال بال باللج، بس بالفايل فراكتشر سوينا فد لابريكنت عمود اقدر افوت. حلو بالضبط كده، بالضبط كمل لنا ان شاء الله على السيبريتنج فاير ريتريفال من الادوات بس على مود نكمل الديمو. طيب اوكي، بالنسبه للريتريفال خلينا برضو ايه اعرفه كده، لحد دلوقتي يا دكاتره الريتريفال بتاع السيبريتد فايل تو مين تكنيكس، اتنين تكنيك اساسيين، يا اما بالالترا سونيك، وهنا مقصود الالترا سونيك ان انا بدخل بتب رفيعه جنب الفايل المكسور، هقول لكم دلوقتي ازاي التكنيك، انترودكشن برضه عنه كده تمام، ادخل بالتب الالترا سونيك رفيعه جنب الفايل المكسور واحاول اعمل فيه فايبريشن عشان اعمله لوزنينج واشيله، او التكنيك الثاني اللي هو الجراسبنج، الجراسبنج هو ان انا امسك الفايل المكسور ده واطلعه بره الكنال، اعمل له يبقى في عندي تولز معينه اقدر اعمل بها جريبنج واشيل الفايل من الكنال، هوريكم دلوقتي فيديوز للحاجات دي كلها بحيث الموضوع يكون واصل بالنسبه لكم، بس المهم هنا يا دكاتره نقطه مهمه جدا وما تقلقكش، عشان اعمل ريتريفال عشان ادخل لبيشنت عنده فايل مكسور وافكر اقول انا هعمل ريتريفال لازم اكون شايف الفايل، لازم اكون شايف الفايل، اكيد مش هشوفه بالنكد اي، اشوف الفايل ازاي؟ لو الفايل مكسور عندك في الجزء الكورونال ممكن بالاي لوب تشوفه، ممكن اي لوب ممكن تشوف في الجزء الفايل لو جزء لو مكسور في جزء كرونال، انما الفايل مكسور ميدل وابيكال غالبا هتحتاج مايكروسكوب عشان الريتريفال، يبقى عشان اول نقطه ممكن تعطلني في ان انا اعمل ريتريفال او لا هو الماجنيفيكيشن، شايف الفايل ولا لا، عشان كده بنقول لازم كلنا نكون بنعمل باي باس، لان مش كلنا عندنا مايكروسكوب، مش كلنا عندنا لوبس عشان اقدر ان انا اشوف الفايل وابدا اشتغل عليه ريتريفال، على فكره ممكن بعد الباي باس وانت تعمل باي باس وتوسع جنب الفايل ممكن الفايل يطلع معاك صح كده، بتوسع جنب الفايل فالفايل بقى جنبيه في سبيسز او الكنال بقى يتوسع فممكن الفايل يطلع لوحده يعني، وتعمل اريجيشن بتلاقي طلع هنا ماشي طلع ايه باي لك، انما علشان اقول انا هعمل ريتريفال لازم اكون شايف الفايل. هيجي دكتور يقول يا دكتور انا عندي التراسونيك والفايل مكسور في نص الكنال، فانا هحاول ان انا ادخل تب الالترا سونيك واحاول اهزه كده بحيث ان انا اعمل فيه فايبريشن واطلعه، هقول له انا مش هدفي او لازم افكر في الجول بتاعي ايه الهدف، هو الهدف هل ان انا اطلع الفايل من الكنال ده هدف في الاندو، ولا انا هدفي ان اعمل جود كلين جود ديسانفكشن، في الاندو انا محتاج ان اعمل جود كلين جود ديسانفكشن عن طريق بقى خطوات كتير زي ما الاكسس كويس وانا اجيب كل الكنالز واوصل للفول وركينج لينس واعمل جود كلين جود ديسانفكشن واعمل اكتيفيشن، فخروج الفايل من الكنال زي ما قلت مش مين تارجت، التارجت الاساسي هو ان انا اعمل جود كليننج. فانت تيجي تقول لي انا عندي التراسونيك، اقول لك شايف الفايل ولا لا، تقول لي لا مش شايفه، اقول لك لا ما تعملش ريتريفال اعمل باي باس. دكتور ايه المشكله، ما عندي التب الرفيعه بتاعت التراسونيك، هقول لك ان انت وانت شغال بالالتراسونيك جوه الكنال هتشيل كتير قوي من الروت، هتشيل كتير من الدنتين وانت مش شايف، هتعمل ويكنينج كبير قوي في التوس يعني، وفي الاخر الفايل هيطلع. طيب انت طلعت الفايل وما عادش عندك روت، فبقت يعني اللي هو ايه العمليه نجحت بس المريض مات صح؟ صح.
فلا مهم طبعا زي ما قلت، انا بتعامل مع البيشنت، بتعامل مع الكيس، لازم تكون شويه جنتل. انا عايز اعمل جود كليننج من غير ما ساكرفايز مور ذان تيم، فما تفكرش في الريتريفر لو انت مش شايف الفايل. تمام يا دكاتره؟ تمام. اعتقد نص اللي معانا دلوقتي هيقوموا بقى، احنا ما عندناش مايكروسكوب، ما عندناش لوبس، احنا مش هنسمع بقى عن الريتريفر. لا احنا راح نقبل على البايبر. هدخل اوكي ماشي، انا هكمل بس عشان يبقى ايه عندنا برضو الفكره العامه. زي ما قلت بالنسبه للالتراسونيك، محتاج في حاله الريتريفال محتاج ان انا يكون عندي ستريت لاين اكسس للفايل المكسور، ما ينفعش اكون عندي في كيرفيتشرز فوق الفايل زي ما اتفقنا، محتاج ان انا اشوفه. فعشان اشوف الفايل لازم يكون عندي ستريت لاين اكسس. تمام، لازم ستريت لاين اكسس، فاقدر اعمل ستريت لاين اكسس باستخدام الجيتس جليدن او بالفايلز، بعمل بيها براشنج موشن ناحيه الاوتر وول بحيث نعمل ستريتنج للجزء اللي فوق من الكنال، فاقدر اشوف الفايل كويس. تمام، بعد كده ممكن اعمل حاجه اسمها ستيجنج بلاتفورم، يعني بجيب موديفايد جيتس. لو بصينا كده يا دكاتره احنا عارفين شكل الجيتس جليدن، بصوا على دي كده الصوره كده واضحه؟ لا مو كلش، اي هسه تقريبا. اوكي تمام، دلوقتي لو جينا بصينا كده على الجيتس دي هتلاقي التيب بتاعتها كاتنج، او هي بقت مور فلات، صح. فالتيب بالشكل كده اقدر ادخل بيها فوق السيبريتد فايل، بعمل حاجه اسمها ستيجنج بلاتفورم. ستيجنج بلاتفورم دي بتخلي الفيزابيلتي والاكسبيلتي بروكن فايل بتكون اسهل، والخطوه دي اوبشنال يعني مش شرط انا اعملها، بس هي هتسهل الموضوع كتير لو انا عملتها. تمام، تمام. بعد كده بجيب الالتراسونيك تيب بتاعتنا، واشهر تيب بقى بعمل بيها الريتريفر تيب اسمها اي تي 25. تمام، هي بتكون رفيعه، ببدا ادخل بالتيب دي ناحيه الانر وول، نفس الفكره برضو ناحيه الانر وول، وابدا اعمل سبيس حوالين الفايل ان سيمي سيركلر موشن. ببدا احرك تيب الالتراسونيك ان سيمي سيركلر موشن، حركه نص دائريه ان كاونتر كلوك وايز دايركشن، في عكس اتجاه عقارب الساعه، بحيث ان انا احاول اعمل ان سكريوينج للفايل المكسور دوت. وانس ان الفايل بدا يتحرك، اول ما يبدا الفايل يتحرك واحس ان هو بقى لوز في الكنال، تمام، ابدا ان انا احط اريجيشن زي الهايبوكورايت او الاي جي اي سوليوشن، وابدا اعمل له اكتيفيشن للارجنت الموجود دوت، فيبدا يعمل ايه كاري للفايل المكسور اللي هو اللي بدا يبقى لوز دوت، ويطلعه فين بره ناحيه البالب تشامبر بسهوله كده. لو احنا قاعدين في اوضه زي دي او في عياده زي دي، واحنا كلنا قاعدين وعايزين نلمس السقف، عشان تلمس السقف كده اكيد انا مش هطول السقف، انما لو مليت الارض ميه او مليت المكان ده كله ميه، اقدر احصل لي فلوتنج واطفو على الميه من التاتش. نفس الفكره بالظبط بالنسبه للفايل، وانس ان الفايل بدا يتحرك في الكنال، جاست انك تحط اريجيشن واعمل اكتيفيشن للاريجنت بالالتراسونيك هتلاقي الفايل طلع. واحد هيقول لي يا دكتور طب انا الفايل دوت مثلا على لحد الانسا قد ايه تحت اقدر اشيله مثلا؟ يعني طول ما انت شايف الفايل، طول ما انا شايف الفايل اقدر اشيله، او هيكون الريتريفر عندي اوبشن، هيكون الريتريفر عندي اوبشن. تمام، تيجي تبص هنا كده حاله زي دي، بص دخلت الصوره دي كده، ده فايل مكسور على بعد 20 ملم عند الايبكس. هتلاقي جمله مكتوبه كده، تلاقي من بعض البوستات على الفيسبوك مكتوب يقول لك سيبريتد فايل في الايبكال ثيرد، المانجمنت بتاعه الباي باس او انك تسيبه مش الريتريفر. انا اقول لك لا، لو انا شايف الفايل ستيل الريتريفر از ان اوبشن، بس اكون ايه شايفه وعندي التولز وفاميليار مع الادوات زي ما احنا اتكلمنا من شويه، انما انا لسه نيو تو اندونتكس وحصل وفي فايل زي ما مكسور، اكيد افكر في الباي باس، هيكون امن بالنسبه لي وافضل للبيشنت عن الريتريفر. طيب بصوا معايا كده الفيديو ده، دي حاله اهوت فيها سيبريتد فايل. تمام، واضح هنا؟ هحاول اشغل الفيديو واقول لي دكتور ياسر الفيديو شغال كويس ولا لا. تعالوا نشوف ازاي هنعمل له ريتريفال. تمام يشتغل الفيديو شغال كويس؟ اي تمام يشتغل ماكو مشكلة. هنا بالنسبه للجزء الجتابيركا اللي موجوده فوق الفايل سيرت فايل ده، انا اقدر اشيلها بجيتس جليدن او ببيزو ليمر. واضح الفيديو؟ اي واضح تمام كويس.
هنا شلنا الجزء بتاع الجيتا بيركا، ببدا اعمل دراينج عشان اشوف الفايل كويس زي ما اتفقنا. ممكن اعمل دراينج بيبر بوينت او مايكرو اسبيريتور. هنا ظهر الفايل عندي، لو اخذنا بالنا كده كتبنا الفايل هتلاقي الفايل برضو لاينج على الاوتر وول، واخدين بالنا الفايل لاينج على الاوتر وول وفي سبيس ناحيه الانر. ببدا اجي بتب الاوتر سوليد بتاعي زي ما اتفقنا، سيمي سيركلر موشن، حركه نص دائريه، تمام، كاونتر كلوك وايز دايركشن عكس اتجاه عالم الساعه، وابدا احاول اعمل لوزنج للفايل او اعمل فيه فايبريشن. الموضوع ده برضو ممكن تلاقيه حصل معاك في دقيقه دقيقتين، وممكن تقعد وقت اطول 20 دقيقه ممكن تحاول، عشان وممكن برضو ما تعرفش تعمل تحرك الفايل في الزياره دي وتضطر انك تدي فيزيت ثانيه للبيشنت. هنا لو خدنا بالنا بدا الفايل يتحرك بالالتراسونيك. انا احاول ان اكون اسرع شويه عشان نعمل الديمو اهم. اي تمام، هو احنا الديمو عمود نلحق عليه ان شاء الله. تمام، الفايل بدا يتحرك، فانا حددت الاريجيشن. وهبدا اعمل اكتيفيشن للاريجنت. طلع الفايل واضح عندي عملنا اكتيفيشن. فهنا وجود الاريجنت في الكنال بدا يسهل خروج الفايل من الكنال. زي ما احنا شايفين احنا كنا فيري فيري كونزرفاتيف، كان الموضوع سهل جدا وبسيط زي ما احنا شايفين كده. طيب مهم قوي وانا شغال بالالتراسونيك اخلي بالي، قلت زي ما قلت لازم اكون شايف الفايل كويس، اخلي بالي عشان ما يحصلش بيرفوريشن. الالتراسونيك ممكن يعمل بيرفوريشن في الكنال، الالتراسونيك ممكن يحصل عندي سكندري فراكتشر زي ما اتفقنا ان الفايل المكسور ممكن يتكسر منه جزء ويفضل منه جزء جوه الكنال، فدي بتصعب الحاله. ممكن لو الكنال بيتنت او سالكه جنب الفايل المكسور واحنا بنعمل فايبريشن الالتراسونيك ممكن الفايل يعدي تحت، فلازم اخلي بالي. ومهم قوي ان انا اعمل بروتكشن للاذر كنال انترنس، لو عندي كنال ثانيه فاتحه مفتوحه او الاورف صح مفتوح لازم اعملها بروتكشن بكوتون باليت او بتيفلون، بحيث لما الفايل يطلع ما يعملش جامب في الكنال الثانيه. ده بالنسبه للفايبريشن. بالنسبه للجراسبنج عندي تو مين تكنيكس، واير لوب او مايكرو تيوب. خلينا اوريكم فيديو على طول هيبقى اوضح. بصوا كده دكاتره، هنا بيعتمد تكنيك التيوب ان انا ببدا اعمل سبيس بحاجه اسمها تيريفاين بير حوالين الفايل المكسور. طبعا ستريت لاين اكسس هنا وقت بيعمل ستريت لاين اكسس بجيتس جليدن، وبعدين بحاجه اسمها تيريفاين بير بعد الموديفايد جيتس ببدا اعمل سبيس حوالين الفايل. التيريفاين بير ده عباره عن بير مجوف، احنا هو بير من نص فاضي، والبليدز بتاعته بتكون على التب تحت. البير ده ديزايند انه يشتغل كاونتر كلوك وايز، يقطع الكاونتر كلوك وايز. فالبير ده التيريفاين بير يعمل لي سبيس عشان في كده حوالين الفايل المكسور. طب هو ليه ديزايند انه يقطع كاونتر كلوك وايز؟ علشان هو بيعمل كاونتر كلوك وايز موشن ممكن يعمل ان سكريوينج للفايل المكسور جوه، ممكن يطلع معاه ويطلع لبره. على العكس لو هو بيقطع كلوك وايز ممكن يعمل بوش للفايل مور ايبيكالي. طيب راح ياخذ الوايز لو عملنا السبيس، ياخذ الوايز بدخل بالتيوب هنا وبعمل جراسبنج على الفايل وابدا ان انا اشيله بالشكل ده. دي فكره التيوب. التيوب نفس مقاس تريفاين بير بالظبط، هي برضو مجوفه، والتيوب دي فيها بن. بصوا كده معايا هنا، التيوب دي بيكون فيها بن، ابره كده صغيره، مجرد ما اضغط على الهاندل هنا تبدا الابره دي تطلع والفايل المكسور موجود جوه، فتقوم عامله لوك على الفايل، تعمل تضيق السبيس ده على الفايل، فيبقى عملنا جراسبنج اقدر بعديها اشيل الفايل. وفي عندي حاجه زي المايكرو تويزر او المايكرو فورسبس، ده بيجي في نفس الكت. الكت دي يمكن الاشهر في كتيوب تكنيك، هي ال الزوماكس، الزوماكس بروكن فاير ريموفال كت. هنا برضو نفس الفكره، ده مايكرو تويزر ديامتر 0.6، مجرد ما اضغط على الهاندل هنا، بضغط على الهاندل دي تعمل قفل التويزر ده على الفايل. طبعا دي بستعملها في حاله ان الفايل خلاص اوريدي بقى لوز جوه الكنال فاقدر ان انا اطلعها. طيب
ده بالنسبه لتكنيك المايكرو تيوب. طب بالنسبه لتكنيك الواير لوب، فكره الواير لوب فكره ان انا عندي واير رفيع موجود برضو في طول معينه، التولز دي موجود من حاجه زي البي تي ار، زي الاندو كاوبوي، زي اليوشي لوب، كل دي بتعمل نفس الفكره. الفكره فيها ان واير صغير، واير رفيع جدا، بعد ما بعمل سبيس حوالين الفايل المكسور تبدا الواير ده ادخله فوق الفايل تمام، وضيق الواير على الفايل المكسور واقوم ساحب الفايل لبره. طبعا الكلام دوت خلينا نشوف له فيديو ونوضح لكم اكتر. البرزنتيشن ظهر ولا اختفت؟ اختفت. ظهر البرزنتيشن؟ ها كده ظهر تاني؟ اي اوكي مبينه واضح. بصوا معايا كده هوريكم لا راحت. ايه اوكي تاني اهو. اوكي ده اللوب اهوت، عباره عن واير موجود في تيوب، ببدا ادخل الواير ده حوالين الفايل المكسور. واضحه الصوره كده؟ واضحه تمام. بعد ما فضيت الجزء اللي فوق حوالين الفايل بقى فاضي، وببدا اضيق الواير برضو عن طريق نفس التول دي، بضيق الواير حوالين الفايل المكسور وابدا اسحب لفوق عشان اشيل الفايل. تمام تمام شوف حاجة تانية نفس الفكرة برضو. بصوا كده، ده الواير لوب برضو بدخله حوالين الفايل المكسور، بعد ما عملنا سبيس وابدا اضيق السبيس ده حوالين الفايل، اضيق الواير اللي على الفايل. وابدا اسحب لفوق مع شوية ويجلينج موشن. كان الأول زمان الوايرز دي أو الكيتس اللي بتيجي بنفس الكونسيبت بتاع الواير، كان يقول لك الواير ما تستعملوش إلا لو الفايل فعلا بدأ يبقى لوز في الكنال، لأن الواير كان بيتقطع زمان. دلوقتي الشركات بدأت تحسن من الكواليتي بتاعت الواير، فحتى لو الفايل عامل جراسبنج كويس أو جريبنج انجيجمنت كويس جوه الكنال، ممكن الواير يشيله و من غير ما يتقطع الفايل، من غير ما يتقطع الواير، ما عنديش فيه أي مشكلة. فدول التو مين تكنيكس في الجراسبنج. طيب بصوا معايا كده الحاله دي يا دكاتره، شوفوا ازاي الكروس سكشن بتاع الكيس بيفرق في بتاع الفايل. حاله زي دي، اولا فايل بالطول ده، فايل بالطول دوت ما ينفعش اقول ان انا اعمله باي باس، يعني الفايل ده طويل جدا عشان تعمله باي باس ممكن تقعد يومين مثلا ولا حاجه، خاصه لو هو كان كومبليت لوجد في الكنال. فالحاله دي بالنسبه لي كان اسهل في الديسيجن، ان انا اختار ديسيجن ان انا اعمل لها جراسبنج، ان انا امسك الفايل وابدا اشيله. طبعا بالتول زي ما قلنا ممكن عندي البي تي ار او عندي الزومكس فايل ريتريفال كيت، بس لما شلت التمبري فيلنج كان موجود وجيت ابص على الكروس سكشن لقيت في سبيسز عندي هنا. فالسبيسز دي خلتني قلت افكر، ده انا طب ما انا بدل ما اعمل تريفاين بير وابدا اوسع حوالين الفايل، طب ما انا ممكن اجيب مانوال فايلز واحطها في السبيسز دي تمام، احطها في السبيسز دي والفهم على بعض كده تكنيك اسمه البريدنج تكنيك تمام، اللي هو الفايلز المانيوال دي عملت ايه، الفايل اللي جوه ده اتحشر بينهم وابدا اسحبه من فوق. وارد يطلع ويبقى كده انا قدرت اطلع الفايل من غير ما اضحي بديتين كتير. بصوا الفيديو كده ونوضح الموضوع ده. بصوا الكادرة ده الفايل خلاص اللي هو السيبريتد دوت، انا جبت الثلاثه فايل مانيوال. طبعا هنا مهم ان انا اجيب الفايلز دي تكون جديده تمام، ما ينفعش فايل تكون يوز ده لكده انا بستعملها انا ممكن ببدا الفهم على بعض لفتين ثلاثه مش كتير تمام، مجرد بس ان هو ايه الفايل المكسور يبقى بينهم، وابدا ان انا ايه اعمل ويجلنج موشن كده واحاول اسحبهم بالراحه. دكتور زعفراني برا الو
دلوقتي انا سحبتهم، نيجي نبص كده تلاقي الفايل فعلا كان طلع هنا، انا قدرت اشيل الفايل من غير ما اضحي باي دي تي. دكتور ياسر معايا؟ اي وياك، بس الصوت ياسر راح. اي تمام اسمعك اني. دكتور ياسر انا سامعك كويس، تمام واضح ان مشكله النت احنا راح نفصل. هناك. انا دا اسمعك، انت تسمعني هسه؟ تسمعني هسه؟ اوكي اي تمام، هذا هو هسه. اخر حاجه سمعتها ايه يا دكتور ياسر، او اخر حاجه وصلت لها ايه عشان يعني ما عديهاش؟ لا هو تمام، هو افتهمنا الفكرة هاي. احنا هسه هذا هو العد، ندخل على الديمو ان شاء الله. اوكي خلاص احنا خلصنا، خلاص الفايل طلع اهوت تمام. ففي حاله زي دي احنا قدرنا نشيل الفايل من غير ما نضحي باي دنتين او سكريفايز مور دنتين. طبعا احنا لسه الموضوع كبير، انا يمكن عامل سكيب لسلايدز كتير قوي بحيث ان انا احاول اوصل الفكره في وقت قليل، بس برضه احنا طولنا يعني. لا طولنا، احنا اهم شيء عندنا الباي باس، مجرد راح نتعلم مش الباي كده باس. برضه؟ طيب اي اوكي طيب ماشي. نبدا نشغل هبدا اعمل الديمو، ثواني بس ايوه هقوم على الميكروسكوب. اوكي تمام. راح اسوي دعوة لشادي لو على تليفونك. لا لا ولا اي حاجه، انا هفتحها من عندي ان شاء الله. دكتور سيدي وقعد نورنا طبعا. احنا متعبين ويانا اليوم والله. حبيبي حبيبي حبيبي. طيب لحظه واحده، دكتور ياسر معايا؟ اي وياك دكتور. اوكي لحظة نبص الميكروسكوب. دكتور ياسر كده شايفني كويس؟ لا الصورة لحد الآن ثابتة لي فوق على السقف، يعني ما ظهرت. انت ثبتت؟ اي اصبر. تمام ضفتك اني هسه. كده كده وضح وضح الميكروسكوب. الميكروسكوب. اي بس راح اختم هذا الصوت من النار. اوكي أنا في العيادة بس، وهستأذنك أيوه بالظبط كده. هسه انا عندي اوكي تمام، هذا هو اقفل ذاك. قفلته اني. أوكي. طبعا هو انا مركب دلوقتي الموبايل على الميكروسكوب، حاطين تمام. الموبايل ادابتر. طبعا مبارك المايكروسكوب هذا ال 3200. الله يبارك فيك، عقبال الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. انا بس محتاج تقول لي ان الصوره واضحه او لا. صورة واضحة تمام. اي هسه واضح. واضحه كويس كده؟ اي تمام يعني واضح. لو جينا نبص كده على المودلز اللي معانا، هنا المفروض دي المودل ده فيه سيبريتد فايل، واضح الفايل لا مو كلش واضح، ولا بس مش واضح؟ اوكي. واضح كده؟ اي هسه اوكي.
فلتن نيو. احنا مثلا احنا المهم بس احنا نفهم الفكره تمام. وكيزر وبرضه هنعمل بعد ده على طول الباي باس للليدج. فادي فايل 10 اهو واضح هذا الفايل. اي بس ثبت اوكي تمام اوكي ده الفايل اهوت. لو جينا خدنا بالنا من الاستوبر زي ما اتفقنا ان الاستوبر فيه جزء مختلف عن بقيه الاستوبر. واضح الاستوبر عندي؟ اي واضح الاستوبر. فباجي هنا ببدا اعمل البري كيرف او البري اللي احنا اتفقنا عليه. ممكن اعمل مثلا بالتويزر تمام، بس خلي بالي من الفلوس بتاعت التويزر بالشكل ده كده 45 درجه تمام. تمام ده الشكل بتاع البري كيرف اللي عندي. واضح؟ ايوه واضح الصوره. ها اي تمام اوكي. واجي الجزء اللي هو الدايركشن مارك بتاع الستوبر ببدا اخليه متجه ناحيه ايه؟ نفس الاتجاه. فدلوقتي مجرد انا مدخل الفايل جوه الكنال انا خلاص مش شايف التب، بس شايف الدايركشن بتاع الكيرف اللي في الفايل منين؟ من الستوبر. اوكي طبعا مهم ان يكون عندي اريجيشن، فببدا اعمل اريجيشن. تمام اوكي. وابدا اشوف دلوقتي ادي الكيرفتشر اللي عندي. واضح الكيرفتشر اللي في الكنال صح كده يا دكتوره؟ واضح الكيرف اللي في الكنال؟ بس شويه حرك مو كلش واضح هسه، بس شويه حركه دكتور لو سمحت. اوكي كده اي هسه اوكي تمام أوكي. اي هسه تمام اوكي. الجزء دوت اسمه الاوتر وول وده اسمه الانر وول. تمام الانر وول هو ناحيه البطن الكيرفتشر او كيرفتشر من جوه، والاوتر وول هو كيرفتشر من بره. فاحنا اتفقنا ان احنا لما نيجي نعمل باي باس اعمل ايه؟ اخلي الدايركشن بتاع الفايل ده فين؟ ناحيه الانر ولا الاوتر؟ ناحيه الانر. ده المكان اللي هيبقى سهل ان انا الاقي فيه كاتش. فابدا اشوف كده هل في كاتش ولا لا؟ في كاتش ولا لا؟ في هنا بايندنج؟ هنا في بايندنج. وانس لقيت الكاتش ابدا اعمل ايه؟ الموشن بتاعتي زي اتفقنا. واتش وايند موشن. ده الموشن بتاعتي كده يا دكاتره، بصوا معايا كده. واتش وايند موشن. واضح الموشن؟ تمام. حرك مره ثانيه اوكي. اوكي ثاني. اي بس حركها. اوكي وانا بدور على الكاتش بوجه التب بتاعه الفايل ناحيه الانر وول او ناحيه الانر. ده المكان اللي هيكون فيه السبيس غالبا. تمام ناحيه الانر وول اهو. ببدا اشوف كده. شايفين التب فين يا دكاتره؟ واضح التب بتاع الفايل فين؟ ناحيه الانر وول. تمام ده السبيس اللي فيه. ببدا اشوف هنا ده السبيس. ببدا اعمل واتش وايند موشن. واضح حركه الفايل ازاي؟ واتش وايند موشن بحيث ان انا ابدا اعدي جنب الفايل اللي هو السيبريتد دوت. وزي ما اتفقنا ما تستعجلش، خد وقتك. واتش وايند موشن شويه الصوره بلير ممكن شويه. اي لانه حاول تعرفين ده اي عاش ايدك هسه تمام كده. واضح كلش واضح اوكي واضح. اوكي تمام ماشي. وابدا اعمل الواتش وايند موشن اهي زي ما اتفقنا على شكل الموشن بتاعت ايدي كده. تمام دي الموشن بتاعتي. تمام وابدا اكمل. لقيت الفايل فيه ريزيستنس شيل الفايل. لو فيه ريزيستنس جنب الفايل شيله واعمل اريجيشن وارجع تاني بالفايل برضو بري كيرفد وادخل في نفس المكان اهو. ده البري كيرف اهو. واضح الصوره كده متهيألي صح؟ تمام اي هسه واضح. اوكي اوكي بدخل اهو ناحيه الانر وول وابدا واتش وايند موشن. واتش وايند موشن لحد ما اعدي جنب الفايل. عديت اهو دلوقتي انا عديت صح؟ صح. ابدا اعمل شويه ايه؟ واتش وايند موشن. احاول اوسع الباص شويه اللي انا مشيته ده، احاول ان انا اوسعه عشان بسهوله اقدر ادخل بالفايل الثاني اللي بعديه. اهو. واضح الصوره؟
تمام واضحة هسه تمام إيه؟ بس ها اوكي بس شوية صعدها اوكي عرفت ايدك اوكي تمام اوكي تمام اهو كده انا عديت من جنب السيبريتد فايل تمام. دلوقتي اقدر اجيب فايل 15 ممكن فايل 15 محتاج ان اعمل اريجيشن طبعا عشان اشيل الدنتين اللي الكاون ده هعمل اريجيشن طبعا بسيط دلوقتي عملت اريجيشن تمام هو طبعا الفايل اللي معانا ده سهل جدا الدكتور شادي حب يسهل الموضوع فكسره لنا كورونا الاول بس هو برضه المهم احنا نفهم الفكره ونفهم يعني ايه برضه نفس الكلام برضه عملنا اللي هو البري بند اهو واضح كده دكتور ياسر واضح البري بند اي اوكي بس شويه ارفع اقل الاضاءه اي هسه تمام هي دي يروح ويرجع يعني شايف الاضاءه شويه اي اها تمام شفت البيندنج مالتك تمام انا بس هو المشكله زي ما قلت لك هو الاوتو فوكس شويه في اللايف بيبقى ايه اي طبعا لان هسه تمام اوكي تمام اوكي برضه بدخل اهو ناحيه الانر وول صح وانا ظابط اتجاه الستوبر اهو طبعا هنا المره دي الموضوع دخول الفايل هيكون اسهل صح الفايل ده مكسور كورونا قوي شكرا للدكتور الدكتور شادي تمام برضه يا دكاتره شايفين الموشن بتاعت ايدي دكتور ياسر واضح الموشن واتش وايند موشن واضحه تمام واضحه واتش وايند موشن ومفيش مفيش بريشر ما تعملش بريشر خد وقتك واحده واحده خد وقتك وما تستعجلش طبعا الاي دي اي برضه هتسهل الموضوع خاصه انها هتسهل الكاتنج بتاع الفايل في الدنتين واضح هنا كده انا قدرت اعمل بقى عندي مور بروجريشن ايبيكالي مور بروجريشن ايبيكالي تمام ممكن برضه بوش بول كده بسيط بوش بول بسيط هيسهل لي ايه الباس للفايل اللي جاي بعد كده تمام تمام وبنكمل بعد ال 15 بدخل بفايل 20 لحد ما ايه كملت انسترومنتيشن كامل ان شاء الله بالظبط كده بالظبط كده طيب هنبص برده مع بعض ادي هنا كيس فيها ليتش تمام الليتش اهم حاجه في الليتش الايدنتيفيكيشن انت عارف ان اللي معطلك انك توصل لحد الوركينج لينس او الليكر فورمن هو الليتش فدايما الليتش لما بيتكون على الاوتر وول دكتور محمد تقدر تنص اللايت مال المايكروسكوب على مود يبين اكثر او تغير الباك جراوند لانه ده يضرب اللايت عليهم طب انا هقول لك حاجه احسن ايوه انا ممكن اصور لك من البلت ان كاميرا من الشاشه نفسها لحظه معايا دكتور ياسر لحظه معايا تمام وياك الموضوع الاوتو فوكس مش هتصور من الشاشه نفسها انا اصور لك من الشاشه نفسها اسهل تمام مش مشكله بعد اسهل اوكي كده احسن شو اوكي اي هسه تمام اي هسه اوكي زي تمام اوكي اوكي برضه نفس الفكره ادي البريك كاب بتاع الفايل زي ما اتفقنا اللي هو زي 45 درجه ومظبط الاتجاه بتاعي هنا وابدا اوجه الفايل بتاعي ناحيه ايه الانر وول انا ده برضه المكان اللي هعرف الاقي فيه كاتش ولا المكان اللي فيه سبيس لو انا جبت الفايل من غير ما اعمل له بري كاب او البري بند وحاول ادخل بيه في الكنال ايه اللي هيحصل بص كده الفايل راح فين بيخبط في الليتش مش كده فعشان انا مش بايباس الليتش عندي من جنب الليتش ده لازم اكون عامل بري كاب للفايل بالشكل دوت تمام وابدا ادخل بالفايل في الكنال كده الفايل يعدي كده الفايل اسهل تمام خلينا نرجع للابلكيشن هنا نوضح الكلام اكثر لا هي هسه كانت واضحه هي هسه تمام عاشت ايدك اوكي ثاني عاشت ايدك يبقى هنا لو احنا جبنا الفايل من غير ما نعمل فيه بري كيرف هيروح فين؟ هيخبط في الليدج عاشت ايدك هسه صح واهم حاجه في موضوع الليدج ان انا احساس الفايل في الليدج احساس الفايل في الليدج انت بتفقد التكتايل سنسيشن اللي كان موجود طول الشغل فجاه بتلاقي فيه لوس اوف تكتايل سنسيشن فجأة بتلاقي بتحس انك بتخبط في حاجة سوليد فوانس اللي حصل على طول بري كيرفر الفايل بالشكل ده كذا ما احنا اتفقنا وابدا اوجه الفايل ناحية الانر وول تمام وانس ان انا عديت الليتش تمام ببدا اعمل بوش بول ان شورت ستروكس هنا الموشن الثانية كانت ايه واتش وايند موشن بتاعت النيجوشيشن في حالة الدراسة بروكن فايل هنا شوية محتاج ان اعمل بوش بول ان شورت ستروكس ببدا اسحب الفايل اب اند داون اب اند داون كده من غير ما اطلعه فوق كتير عشان ايه انا بعمل كده؟ كده ايه اللي بيحصل؟ كده الفايل لانه بري كيرف فالجزء بتاع الفايل من بره قاعد بيعمل بيقلل الليتش بيصغرها
الصورة أكتر. واضح. فيبدأ الفايل لأنه ريكافر الجزء ظهر الفايل ده الجزء ده من الفايل يبدأ يعمل إيه؟ يأكل في اللاتش فيصغرها أكتر. مظبوط؟ فيبدأ الفايل يوسع للفايل بعديه بعدين أجيب فايل 15. أقول لكم برضه هتبقى مهمة أوي الفترة دي. 17 بص كده بص كده برضه فايل 15 اهو هبدا ادخل في الكنال تمام برضه نفس الفكره بوش بول اند شورت ستروكس بوش بول اند شورت ستروكس واضحه الصوره يا دكتور ياسر واضح تمام بس هسه لا اي هسه تمام عاشت ايدك اوكي بوش بول اند شورت ستروكس هيجي الدكتور بقى يقول لي دكتور انا عايز اشتغل روتري فايل روتري الفايل روتري حاجه اجيبه اهو هحاول ادخل في الكنال هروح فين في الليدج صح برضو اقدر اعمل بري كيرف للفايل الروتري هنا بص معايا كده برضو باجي على التب بتاعت الفايل اهي واعمل فيها بري كيرف طبعا يعني مش بالطريقه دي اكيد بالتويزر واحاول هدخل بالفايل جوه الكنال من غير ما يكون شغال لو شغلت الفايل دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ فاهم؟ طبعا ما ينفعش كده تمام؟ فباجي اعمل بري كيرف للفايل اهو ناحيه الانر وول بص معايا كده دكاتره وادخل في الكنال واول ما الفايل يعدي الليتش واضح كده عدى الليتش صح ابدا اشغل وابدا اب اند داون اب اند داون فيبدا الفايل كان يحضر الكلام ما عنديش فيه مشكله واضح يا دكتور ياسر واضح تمام فاهمين الفكره دلوقتي لا تمام تمام ابدا اوسع الفايل بقى على حسب ما انا حابب انهي البريشن بتاعي اي سايز بالظبط تمام تمام انا يعني عشان. حاولنا ان احنا نوصل الفكره كده مع بعض لا والله لا واضح التسجيل الاخير كلش واضح عاش ايدك كلش واضح الفكره دكتور محمد طيب عاش ايدك ارجع والله هي تعبناك يعني بهاي اللايف يعني انا بس لولا الوقت كنت اكثر بس اعتقد اوريدي برضو وقت كده الدكتور عبد الوهاب اتاخرنا عليه واتاخرناه لا دكتور عبد الوهاب ده ينتظر يا بسم الله تنام ولا ايه لا لا قاعد دكتور عبد الوهاب لا هو المشكله مو هنا المشكله هو راح ياكل وشرب وانا بعدني لا ماكل ولا شارب وانا حد الان منتظره طيب حبيب حبيبي يلا انا معاك اهو